هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون عن افضل انواع السان بلوك اللي انا استخدمتها. اقول لكم ايه افضل انواع وايه برضو في نوعين استخدمتهم، بصراحه مش كتير، هما اللي كانوا مش حلوين خالص. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم الفيديوهات الجايه، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبتدي. افضل نوع على الاطلاق ممكن تجربوها بتاع لاروش بوزي، اللي هو اسمه انسيليوس اكس ال، اللي هو الدراي تاتش. لما تيجوا تختاروا السان بلوك اختاروا ان هو يكون بلس 50 وان هو يكون يو في اي ويو في بي بروتكشن، دي اهم حاجة. الجيل تاتش ده او الدراي تاتش هو للبشرة الدهنية، فده اكتر حاجة مناسبة للبشرة الدهنية. مش هتحسوا خالص ان انتوا حاطين من حاجة على وشكوا، احساس اللي هو الملمس الجريسي ده اللي بيحصل على الوش، اللي هو وشك مزايد من السان بلوك. انا اصلا شخص ما بيحبش السان بلوك خالص، ما بحبش استخدمه، بس ده شوية يخليكي تتقبلي فكرة ان انت تحطي سان بلوك على وشك. مش بيدي الوايت كاست اللي على الوش ده، اللي هو الوشك ابيض، هو لونه ابيض، بس وانس ان انت بتحطيه على طول البشره بتشربه مش بيبقى لون حاجه، يعني كانك مش حاطه حاجه. وزي ما انتم شايفين، بصوا انا مخلصاه للاخر ما فيهوش حاجه، ودي يمكن العلبه رقم 3 أو 4 اجيبها، كل ما بيخلص بجيبه. بس كنت بجيبه حتى من ايام ما كان هنا، ما كانش فيه بامب، كان سكويزنج كده، فبجيبه من زمان جدا. هو اي نعم سعره عالي، بس بصراحه تمنه فيه حلو جدا، وبتاخدي يعني بتاخدي مقدار صباعين كده، هوريكم دلوقتي. بس ده مش هينفع اوريكم فيه لانه خلصان على الاخر، مش هينزل حاجه. لا انزل اهو، ننزل اهو. بصوا، هي ده مش كفايه طبعا، الحتتين دول مش كفايه، بس يعني ايه، انتوا بتاخدوا كده يعني، ده مليان وده مليان، وتوزعوهم على الوش والرقبه. فبما اني خدت بقى دلوقتي، فممكن اوزعه على ايدي استفاد يعني. بصوا، اما بتوزعوه خلاص ما ولا في اي حاجه، ولا اي ابيض على الايد ولا اي حاجه خالص. معلش هتلاقوا نص وشي كده ده بلعب انا، هتلاقوا نص وشي جاي في الشمس ونص في الظل، بس انا لو جيت كده مش هقدر افتح، هبقى طول الفيديو مكشره، فخلينا في الظل احسن. بصوا ايدي في الشمس، خلاص ما عادش في اي حاجه ولا ابيض ولا اي حاجه خالص، وحتى اللمعه البسيطه دي ممكن تطفوها بشويه باودر وخلاص. فحلو جدا، وفعلا بيحمي من الشمس، يعني فعلا بيبان تاثيره لما بتقعده في الشمس، وبيبان فعلا الجزء اللي انت مش حاطه فيه سان بلوك والجزء اللي انت حاطه فيه سان بلوك، بيبان ان هو فعلا بتسمري بس ما بتتحرقيش، وده الاهم يعني مقارنه بان انت ما تحطيش سان بلوك وان انت تحطي، لا في فرق. يعني مثلا لو هتسمري درجه او درجتين، انما التاني لما انت ما تبقيش حاطه بتبقي بتتحرقي حرفيا، فبتبقي عامله شبه الطماطميه، وجلدك بيقشر، وبعدين الاحمر ده يقلب بغمقان بقى. وحليني على ما تعرفي ترجعي بشرتك للون الطبيعي، انما ده جلدك بيسمر شويه بس بترجعي تاني لونك العادي. ف ده نمبر 1 بصراحه، وانصحكم بيه جدا، خصوصا لو بشرتكم جافه، في للبشره خصوصا لو بشرتكم دهنيه، في للبشره الجافه بس ايه، بيبقى في بوتل كده، هحط لكم صورته. واحد بقى واللي زيه بالظبط ما يفرقش عنه حاجه، انا نسيت اقول لكم حاجه، في لاروش بوزي انا ما بحبش ريحته مستفزه كده، فساعات بحب ان انا اجيب بتاع فيشي ده عشان اغير، عشان الريحه بتستفزني بصراحه لما بقعد استخدمه فتره طويله، فبحس ان خلاص يعني الريحه لما باجي احطه على وشي فبتضايق، فبروح جايب بتاع فيشي ده. بتاع فيشي ريحته ارحم شويه، فبحب ان انا ابدل بينهم، يعني شويه استعمل ده وشويه استعمل ده عشان ما ازهقش. بس اللي بيخليني اتقبل ريحته شويه ان هو بصراحه الفينش بتاعه حلو جدا، وان هو مش بيحسسك خالص ان انت حاطه سان بلوك، وان هو مش بيدي كده ملمس مزيد. دايما السان بلوك بيعمل الملمس ده، وانا ما بحبوش ابدا الملمس ده، فعشان كده دايما يعني بجيب شويه فيشي وارجع تاني اجيب بتاع الروشه، كنت نسيت شويه ريحته. تاني واحد بقى اللي هو بتاع فيشي، ما يختلفش عليه حاجه. لو انتوا بالنسبه لكم يعني ده، هما الاثنين بصراحه غاليين، فلو انتوا بتحبوا ده اكتر، لو انتوا بتحبوا ده اكتر، هاتوا اللي يريحكم. الاثنين زي بعض بالظبط. ده برده اللي هو اسمه ايديال سولاي، ده برده مكتوب عليه ان هو دراي تاتش، فبرده ده للبشره الدهنيه. انا بشرتي جافه، بس انا بحب اجيب بتاع البشره الدهنيه علشان انا ما بحبش الملمس المزايد، ما بحبش يبقى وشي كله بيلمع كده كان انا حاطه زيت عباد شمس، ما بحبش المنظر ده خالص، فانا بكره السان بلوك اصلا عشان كده. فعشان كده انا بجيب بتاع البشره الدهنيه. بس انتوا طبعا ممكن تجيبوا بتاع البشره العاديه او بتاع البشره الجافه عادي، هما موجود منهم يعني، مش
مش بس هو ده اللي موجود. وبرضو مكتوب عليه ان هو بلس 50 وان هو UVA و UVB protection، فتأكدوا ان الحاجتين دول موجودين، وتأكدوا طبعا ان هو يبقى سيلد وان هو مش محطوط في الشمس وانتوا بتشتروه، لان في صيدليات بتبقى حاطه الفاترينا بتاعتها رصة فيها السن بلوك والشمس كلها داخله للسن بلوك، فاللي هو لازمتك ايه هجيبه هتحرق يعني مش هجيبه هعمل بيه حاجه. فتأكدوا ان الحاجتين دول لازم يبقى مقفول ولازم ما يبقاش محطوط في الشمس، الفاترينا ما تبقاش متعرضه للشمس، لازم يبقى محطوط على الرف جوه، وطبعا الصيدليه تبقى مكيفه في الحر اللي احنا فيه ده. في برضو استنوا الحاجات اللي هي بيبقى فيه عرض، انا جبت ده من فيشي وجبت اللي هو ده بقى باللون علشان كأنك حاطة فاونديشن وسان بلوك في نفس الوقت، ده لونه بيج هوريلكوا شكله من جوه دلوقتي. جبت ده وخدت ده عليه هدية، والاتنين بنفس السعر، ده 115 وده 125، فانت بتدفعي 125 وبتاخدي ال 115 هدية، فبدل ما تدفعي رقم مبلغ وقدره وتلاقي نفسك معديه ال 1000 جنيه ولا حاجه، يعني استني العروض، بيبقى دايما خدي واحد والتاني هديه كده يعني، فاستنوا العروض. برده بيبقى دايما لاروش بوزاي وفيشي وبايوديرما والحاجات دي بيعملوا دايما على سان بلوك عروض، فاستنوا العروض واشتروا، وما تفتحوش الا واحد بس وخلصوه وبعدين افتحوا التاني، عشان اول ما يتفتح بيبقى صلاحيته بتبتدي لما تفتحوه، فعشان ما يبص معاكم ان انتوا لازم تستخدموه خلال الصيف، وحاولوا ان انتوا تستخدموه خلال الصيف ما تسيبوش يقعد للصيف اللي بعده علشان تاثيره ما يروحش، فافتحوا واحد وسيبوا التاني سيلد زي ما هو، وبعدين لما تخلصوه ابتدوا افتحوا في التاني. ده من جوه لونه ابيض عادي زي بتاع لاروش بوزيه، هوريه لكم برده، هنعمل العلبه علشان اوريها لكم بس، انما انا في العادي بحب ارمي العلب بصراحه. بصوا شكله عامل كده، شكله ابيض، الابيض ده بيروح وما بيعملش حاجه، يعني مش بيدي منظر مزيت ولا حاجه. بصوا ايدي اهي، انا طبعا حطيتهم فوق بعض بس هما اتنين صدقوني زي بعض. نيجي بقى ده برده بصراحه حلو جدا، بس ان هو فيه تنت يعني فيه زي عامل زي الفاونديشن كده، هو برده مكتوب عليه ان هو اس بي اف 50 وانتي بلوشن انتي اوكسيدنت وانتي دالنس، يعني هو زي البي بي كريم كده بيضيع الشكل الباهت للوش عشان بيوحد لك لون بشرتك، وفي نفس الوقت انت تبقي حاطه اس بي اف 50 يعني انت حاطه سان بلوك. كميته 40 ملي، نسيت اقول لكم التانيين كميتهم كام، ده 50 وده 50 ده 40. ده بيبقى لونه عامل زي الفاونديشن، بس للاسف هي درجه واحده بس، الدرجه دي يعني تشوفوها فاتحه عليا بس ايه، اما هتندمج على البشره هتبقى حلوه يعني. انا حطيته مره وكان حلو جدا بصراحه، خلينا في الشمس اهي، بس هو ده بيدي لمعه شويه، فعايز بقى ايه انت تثبتيه بودر لو انت بشرتك دهنيه، زي ما يكون ايه هو عامل زي لون كده سمارت شيد وبياخد لون الجلد يعني. بصوا بيبقى عامل ازاي، وبيدي بقى ريديانس ان انت بقى وشك بيلمع كانك حاطه هايلايتر والكلام ده، فبرده حلو جدا للناس اللي بتحب تحط فاونديشن وهي نازله الصبح، فده هيبقى خطوه مختصره ليكوا تحطوا سان بلوك وفاونديشن مره واحده، ده برده من احلى الانواع اللي انا جربتها. فيشي برده مكتوب عليه يو في بروتكشن و اس بي اف 50 وان هو انفيزبل ميست. صراحة اللاين ده اولا غالي، هو 75 ملي بس هو في الحقيقة هما 3 مرات هيخلص، فهما بيكدبوا بصراحة، معرفش ازاي 75 ملي بس. بصوا اهو هو بيطلع شوية بس ايه، خلاص هو بيطلع كده، وانت برضو بتبتدي تفرديه، بس مثلا بحس ان هو طار نصه وانا برش كده، هو طبعا فاضي يعني، بس بتحسي ان هو في الشمس وانت ماشيه او في الشارع يعني، لما تيجي تحطي ان هو بقى ايه البخاخ بيطلع كده يمين وشمال، فاوريدي اللي انت بتعمليه بيروح، بحس ان انت بترشي على اللي جنبك اصلا مش بترشي عليك. فده كنت مجربه ده اللي هو الفيشي، جبتهم بصراحه مع بعض ومكتوب عليه ان هو ب 100 درهم، ف 100 درهم كتير على حاجه بتستخدميها 3 مرات وهتخلص. وجربت كنت ايامها جبت معاه لاروش بوزيه نفس الشكل يعني نفس الفكره ونفس الحجم ونفس كل حاجه، بس هحط لكم شكله هنا برده عشان تبقوا عارفينه، نفس كل حاجه بالظبط هو بس فكرته حلوه ان هو ان انت لو حاطه ميك اب كده زي ما انا حاطه فتروحي رشي على وشك وخلاص انت كده جددتي السان بلوك بتاعك، لان هو بيتحط كل ساعتين. فبس انا كهبه ما حبيتش بصراحه الفكره دي يعني، انا مش هشتريهم تاني، اولا سعرهم غالي على الكميه اللي انت بتاخديها، ثانيا بحس ان انت بترشي على اللي جنبك مش بترشي عليكي، الهواء وكده بيحركه فمش بيبقى فوكس عليكي، الا بقى لو عملتي زي ما انا عملت كده ان هو انت قربتي قوي كده من ايدك، ف يعني useless بصراحه.
بعدين بحس ان هو بيسيب زي كده طبقه بيضه شويه، لما باجي اعمل كده بحسه بيسيب طبقه بيضه وبيقعد يفتفت، ما اعرفش انتوا شايفينه ولا لا، بس يعني لو كان فيه وكنت عملت كده هتلاقوا فيه فتفته كده، فانا ما بحبش بصراحه منظره وما حبيتوش. هما كاتبين ان هو مناسب طبعا للبشره الحساسه وهايبو الرجينيك ومحطوط فيه المينرالايز ثيرمال ووتر بتاعتهم، بس انا يعني الكميه بتاعته وكده واحساسه على الجلد وما حبيتوش قوي يعني. ممكن ابقى اجرب انواع تانية يمكن تطلع احلى، بس بتاع لاروش وبتاع فيشي انا حبيت الكريم بتاعهم اكتر، ان انا اجيب اللي هي العلبه اللي زي دي كده احسن لي واوفر لي وبحسها يعني افكتيف اكتر، انما دي بحسها مضيعه للوقت ومضيعه للفلوس وخلاص. حاجه برضو من الحاجات الحلوه قوي اللي هو البيز لاين، انا لسه مجرباه من قريب يعني بقالي مثلا شهر او شهر ونص بجرب فيه، حلو قوي. تقريبا خلصت نصه، كنت بستخدمه في الصيف العجيب اللي احنا فيه ده، بستخدمه كل يوم تقريبا وانا رايحه البول. مش عارفه هيبان لكم ولا لا، بس انتوا لو هتشوفوا هتلاقوا الحته دي كلها خلصانه يعني، هو ما عادش منه غير الحبه دول عشان كنت سايباه على جنبه كده يعني، تقريبا نصه خلص، ما اعرفش باين ولا لا، بس anyway يعني هو مكتوب عليه ان هو برده SPF 50 UVA UVB IR protection infrared تهيألي infrared ماشي suitable for sensitive skin، فهو برده مناسب للبشره الحساسه و invisible sun filter يعني مش هيعمل انه يبقى باين يعني وكده، فمش هيعمل الطبقه البيضة اللي محطوطه عليه دي، ودي علبته وده المنتج لبناني، علشان انا كنت جايباه من هنا مش فاكره كان ب70 درهم تقريبا، هو مكتوب عليه ان هو صناعه لبناني، مكتوب عليه ان هو صناعه لبناني هنا، معرفش هتشوفوها ولا لا. اللي في مصر كان سعره ارخص منه ومكتوب عليه صنع في مصر، فانا معرفش ايه الفرق بينهم بصراحه، بس اللي انا جايباه ده اللي هو اللبناني، فانا مجربتش المصري عشان محدش يروح يجيب المصري ويتاكدوا ان هو ده اللبناني ويبقى مثلا في حاجه مختلفه ويقول لي انت بتقولي حاجه غلط بتاع ده اللبناني اللي معايا. فده كميته 60 مللي، كميته اكبر من اللي انا اتكلمت عنهم. حلو قوي برضو. نجرب هنا، لا بس انا حطيت الصن بلوك اللي هو تنتد ده، خلينا نحطه هنا. بس ده بقى في عيب شويه ان هو بيسيب اولا بيفرد جامد، فحلو جدا عامل زي اللوشن مش زي الكريم، مش تقيل زي التانيين. بصوا بيفرد قد ايه، وليه ريحه على فكره، مش ملوش يعني، بس بقى ايه بيفضل سايب الجلد بيلمع كده حبه حلوين يعني، هتفضلوا كده بتلمعوا حبه لغايه ممكن ساعه مثلا او ساعه ونص لغايه ما البشره تمتص خالص ويبقى بقى شكله طبيعي او وشك ميبقاش شكله بيلمع، فدي بتبقى حاجه رخمه، وخصوصا كمان ايه لما الهواء بقى يجي يطير شعرك ولا حاجه فتلاقي بقى ايه الشعر لزق على وشك. معرفش في حد زيي بيعاني من الموضوع ده ولا لا، بس هو ملزق وبيخلي الوش ملزق وبيقعد فتره طويله، فالاحسن انا كنت بستخدمه لو انا مثلا هحط ميك اب واخرج في الشمس، فانت لما بتيجي بقى تحطي البودر وتحطي حاجات تانية فبتخفي اللمعه اللي بتحصل دي، فده احسن حاجه ليه بالنسبه لي انا ان انا استخدمه تحت حاجه او ان انا استخدمه على رجلي وايدي وكده، انما على وشي كان بيضايقني بصراحه. دي بقى الحاجه من الحاجات اللي هي ايه يعني استهلكت معايا او تعبت نفسيا معايا، بصوا الكلمه راحت اللي هو من كليو ولزقاه من فوق بلزق، بس انا لزقه عشان اوريكم، هو تقريبا ما عادش منه غير الحبه دول ولغايه هنا كده، وهو بقى عكس التانيين هو SPF 50 UVA UVB برضو بروتكشن، مكتوب ان هو بيرطب وان هو بيعزز مرونة البشرة وان هو بيحمي وان هو سوتبل برضو للسنسيتيف سكن، فهو مناسب للبشرة الحساسة ووتر ريزيستنت يعني مقاوم للماء، مش اول ما هتنزلي المية هيروح ممسوح على طول. حلو جدا بصراحة، وينفع كمان للاطفال، هو تقريبا للاطفال اصلا بس انا كنت بستخدمه لان مرسوم عليه بيبي كده وبتاع، هو كان جاي لي بصراحه انا كنت شارياه يعني. اولا سعره حلو، كميته 200 مللي اعتقد سعره في حدود ال 200 جنيه، مش عارفه مش متاكده بالظبط، بس هحاول ان انا اجيب سعره لو لقيته هحطه لكم على الشاشه. كميته 200 مللي، فكميته اكبر واحد في اللي انا هتكلم عنهم النهارده دول، كميته كبيره، بس هو عامل زي هو مكتوب عليه لوشن، وهو فعلا لوشن عامل زي الميه بالظبط، وده يعني بصوا انا ما بضغطش ولا حاجه، هو بيقع لوحده ماي كده قوي، فدي اكتر حاجه وحشه فيه، بلس ان الباكجينج بتاعه زي ما انتم شايفين كده انا لازقاه من هنا، معرفش ليه بيتفتح من هنا، ودي مش اول عبوه يعني، في حد كان جابه وبرده حصل معاه نفس المشكله ان هو بيتفتح من هنا بيتقطع،
وبيقعد ينزل يعني الحته دي برضو بينزل منها. فمعرفش ليه بيعمل كده. بصوا بقى بيعمل ازاي، بيفرد بقى الايد كلها يعني حبة صغيرين، هيعملوا معاكي شغل عالي. بصوا بقى اللمعة الجميلة. ده بقى مش دراي تاتش ولا حاجة، ده هيبقى ايه، لمعان للصبح. بصوا حطينا هايلايتر وليه ريحة برضه. للأسف الصن بلوك كله ليه ريحة، ودي أكتر حاجة بكرهها فيه. بس هو كأفكت حلو بصراحة، وفعلا بيحمي من الشمس، مش بيخليكي تتحرقي. فدي أهم حاجة موجودة، بتبقى موجودة في الصن بلوك يعني. طبعا ده ميد ان ايجيبت أعتقد، مصري ميد ان ايجيبت. مكتوب كمان عليه ان هو فري فروم بارابين وسيليكون وافو بنزون واوكسي بنزون. المهم يعني ان هو بصراحة حلو، بس عيبه الباكجينج بتاعه دايما هيحصل له ايه، هيحصل له ليكج يعني، هيتسرب كده. وخلي بالكم برضو انتوا تحطوه في الشنطة ممكن يبهدل لكم الحاجة اللي انتوا حاطين معاها، فخلي بالكم لانه بيسرب من هنا وبيسرب من الحتة دي. كمان حاجة عايزة اقولها لكم، لو انتوا حصل معاكم ان هو عمل كده وخلاص اتفتح، يعني ده المفروض انا بعد الفيديو ده، انا بس عيناه عشان الفيديو ده عشان اصوره، بس المفروض بعد الفيديو ده خلاص انا ارميه في الزبالة، لان هو لما بيفتح كده ويقعد فترة طويلة المفروض خلاص ان كده اكسبايرد، وانت المفروض ترميه. وما تهزروش في موضوع السن بلوك ده، علشان هو ممكن يسبب لكم حرق. يعني هو السن بلوك اصلا ممكن يسبب حرق لو هو وحش، فلما يتعرض للشمس كده ويحصل له ان هو يتقطع او الباكجينج يحصل له حاجه وقعد عندكم فتره طويله، خلاص تخلصوا منه يعني. كمان في كليو بصراحه، بصوا مش عارفه انتم شايفينه ولا لا، بس شايفين الفتفته دي، الفتفته اللي بيعملها فيشيلي سبراي وبيعملها كليو يعني، وانتم كده بتعملوا. انا بيفرقش معايا، هو بما ان سعره رخيص فتمام يعني، لو هو هيدي الافكت ده وهيعمل شويه الحاجات دي، فانتوا وانس هتنزلوا الميه خلاص الحاجات دي هتروح. بس مش عارفه باين لكم الفتفته الابيض ده فتفيت بيضة كده ولا يعني رخامة شوية، لو انت هتحطيه ومش على البحر يعني، لو انت هتحطيه وانت نازلة عادي فهتلاقي وشك مفتفت كده، فمش هتبقى حلو. اخر واحد جربته معايا دلوقتي، بس في اتنين كمان جربتهم وكانوا بس خلصوا وانا رميتهم من زمان بصراحة، ما كانوش حلوين يعني. الاتنين اللي هتكلم عنهم مش حلوين، فانا ما هنش عليا ان انا اجيبهم تاني في الفيديو لمجرد ان انا امسكهم كده في ايدي، انا مش هشتريهم تاني بصراحة. المهم anyway خلينا نتكلم على ده برضو حلو قوي، اللي هو بتاع انيو بتاع ايفون، SPF 50 وبرضو UVA و UVB وانتي رينكل الترا مات، يعني مش هيسبب اي لمعان، واويل فري، ودي بصراحة حاجة حقيقية وحلوة جدا للبشرة الدهنية، مش هيسبب اي لمعة. طبعا بتبقى لمعة بسيطة كده اول ما تحطيه على طول البشرة بتمتصه، فخلاص الموضوع بيخلص يعني. حجمه حلو جدا مقارنة بالتانيين، حجمه زي لاروش بوزيه وزي فيشي، وطبعا سعر للنص. مش فاكرة كنت جايباه بكام، بس كان سعره حلو جدا بالنسبة لهم هما اتنين. برضو نفس الريحة المستفزة، بس هو عامل كده، هو ابيض واهو، بصوا وانس بتحطوه خلاص البشرة بتمتصه وخلاص ما فيهوش لمعة يعني. بصوا ده بيلمع ازاي، اللي هو بتاع كليو. طبعا حطيتهم كلهم على بعض، بس انا بقول لكم بصوا على الحته دي يعني، وبصوا على هنا مش هتلاقوا فيه نفس اللمعه دي. ده برده من الحاجات الحلوه، سعرها حنين ولطيف جدا بصراحه للبشره الدهنيه، وحتى للبشره الجافه والعاديه برده، مش اللي هو بيجفف البشره ولا حاجه، فهو حلو. وانا بحب استخدم الحاجات اللي قلت لكم ما تبقاش بتزيد، فهي انا شايفه ان هو مناسب لكل انواع البشره، سبيشالي البشره الدهنيه ينفع لها كمان، ف جربوه هيعجبكم. الاخر نوعين اللي هو انا ما قدرتش اجيبهم، بس الحمد لله سمعت ان في واحد منهم ديسكنتينيود، اللي هو البيوديرما مكتوب عليه 100، الاس بي اف مكتوب عليها 100، ودي حاجه غريبه يعني، عمري ما شفت يعني، تبقى حركه مستفزه جدا من الشركات ان هم يكتبوا اس بي اف 100، بتضايق بصراحه من الموضوع ده. المهم يعني هو كان مكتوب عليه اس بي اف 100، وكان في بدايه ما ابتديت استخدم السن بلوك، يمكن مثلا وانا في ثانوي ولا حاجه، فكان قديم يعني، وكان ساعتها ب 200 جنيه. المهم يعني ان هو مش حلو خالص، بيزيد بقى يعني كمية دهننة غير طبيعية، تحس ان وشك بيفرز زيت عباد شمس كده، فمش حلو خالص. منصحكوش لو لقيتوه ما تشتروهوش. اللي هحطلكوا صورته هنا، بيوديرما 100 ده اللي هو العلبة اورنج كلها،
ومكتوب عليها 100 كده بالابيض، ده مش حلو خالص خالص، بيزيت البشره وبيدهنن ويبقى وشك كله بيلمع كده، اللي هو مش حتى بتاعت يعني بصوا خلاص كده بتاعك ليه البشره اتشربته وبقى شكله حلو، لا زيت وستيل الزيت موجود، فوحش جدا. اللي زيه بالظبط كان دكتور كاتبهولي تقريبا عشان بشرتي جافه، فهم بيكتبوا لي الحاجات اللي بتزيت البشره دي، بيحسوا مثلا ان انا بحبها مثلا ولا حاجه. كان حتى مش فاكره اسمه من كتر ما هو كان مستفز. كان لونه زي تنتد مويسترايزر كده، كان لونه بيج، بس وانس ان انت بتحطيه على طول اللون بيختفي وبيقلب بايه بطبقه زيت كده على وشك. هحط لكم برده صورته هنا، كان اسمه سنن حاجه كده او مش فاكره، هي العلبه كانت بيضه وكان مكتوب عليه بالبيج والازرق. كان من اسوأ يعني لو هقول اسوأ نوع سان بلوك استخدمته هو ده، سيء سيء لابعد الحدود، وكان بيلزق وايدك مثلا ويفضل بقى معاكي 3 4 ساعات انت قاعده ملزقه كده، وكل حاجه يعني كل ما تيجي تعملي حاجه تلاقي ايدك عماله تلزق، ولما يجي على ايدك ايدك بتلزق، وكان كان بشع بكل المقاييس. فلو لقيته ده ابعدوا عنه. بقى اخر حاجه حبيت اكلمكم عنها اللي هو بتاع الاطفال، عشان لو عندكم بيبيز او حاجه، ده انا جربته من سانوسان، حلو جدا برضو، هو مكتوب عليه اس بي اف 50. وخلي بالكم ان حاجه الكبار دي ما ينفعش نحطها للاطفال، بس ممكن العكس، يعني ممكن انت تستخدمي ده مع البيبي بس ما ينفعش العكس هو اللي يحصل، انت تستخدمي لها مثلا بتاع فيشي او بتاع لاروش بوزي مش هينفع. بس ده انت ممكن تستخدمي معاها لو انت مزنوقه يعني. بس anyway ده حلو جدا، انا جربته قلت برضو اقول لكم عليه لان انا لسه شارياه مخصوص عشانها، فجربته وكان حلو جدا. هو بيدي برضو طبقه بيضه كده اول ما بتحط، بس يعني استنوا عليه 10 دقايق كده هتلاقوا البشره اتشربته ومفيش اي ابيض على الجسم ولا حاجه، فحلو جدا برضو. برضو مكتوب عليه ان هو اس بي اف 50 يو في اي ويو في بي بروتكشن وبارابنز بارافين اويل زيرو ووتر ريزيستنت، يعني اول ما هتنزل الميه مش هيلزق. وطبعا الولاد والبنات لازم يحطوا سان بلوك، مش البنات بس. فقلت برضو لو حد عايز يشوف حاجة للأطفال حلوة، أنا جربت ده وكان حلو جدا. بس كده يا حلوين، دي كل حاجة الفيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو كان حلو وخفيف واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم الفيديوهات الجاية، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وما تنسوش تتابعوني على انستجرام، بنزل دايما بلوكو لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن بوكس أو هنا على الشاشة الاسم بيطلع دايما. بس كده، أشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.